2020 عام صعب على كل الناس. جامعة حمدان ما كانت بس الإدلعون للقطاع التعليمي في هذه السنة، بس كانت قادرة تحول التحديات والصعوبات لل 2020 إلى فرص. تكريم الموظفين من قبل رئيس الجامعة هو موضوع تقدير كبير. شكراً دكتور نصر. I was pleasantly, very pleasantly surprised to meet with dear Chancellor and receive a certificate of appreciation for the contributions I and my colleagues have made with regards to adjusting to the pandemic and all the drastic changes in our work patterns to remain sustainable and actually to grow. يسعدني أن أعبر عن بالغ شكري لرئيس الجامعة الدكتور منصور العور لما قدمه من تكريم استثنائي، وأحياناً أعجز عن التعبير عن مدى الامتنان والشكر لما قدمته الجامعة خلال الظروف الراهنة. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق والتقدم. I am very humbled and honored to have received a recognition from the Chancellor, because this shows how much he cares for people, and we have worked so much during this year. We faced significant challenges, and it's always something beautiful, and it's an amazing experience to be recognized for the hard work. And again, this shows the type of leadership Dr. Mansour installs in HBMSU. أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة على التكريم الاستثنائي الذي حصلنا عليه في ظل هذه الظروف التي نواجهها حاليا. طبعا وهذا ليس بغريب على إدارتنا، الإدارة العليا للجامعة، وعلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بشكل عام، مما ترك الأثر الإيجابي لدينا للاستمرار بهمته ولتحقيق أهداف الجامعة. بداية أود أن أعبر عن امتناني وتقديري لسعادة الدكتور منصور العور للجهود التي بذلها في سبيل توفير كل الدعم لكافة الموظفين في سنة 2020 باعتبارها سنة غير اعتيادية واستثنائية. والرسالة التي تعلمتها من سعادته أننا معا أقوى ونستطيع تحقيق المستحيل، ويشرفني أن أكون ضمن فريق عمل الدكتور منصور العور الذي لم يكن فقط قائدا استثنائيا وإنما قدوة في تقدير وتكريم جهود فريق العمل. وشكراً.